الاحترام العام للمرأة وتقديراً إنجازاتها في كل المجالات اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. وفي بعض الدول تحصل المرأة على إجازة لهذا اليوم، ومنها الصين وروسيا وكوبا. وفي يوم 16 مارس نحتفل بيوم المرأة المصرية، ففي مثل هذا اليوم عام 1919 قادت المناضلة هدى شعراوي سيدات مصر في مظاهرة وطنية للمطالبة بحرية واستقلال الوطن ورحيل المحتل الأجنبي، وتجلت أروع أمثلة النضال المرأة المصرية. ومنذ ذلك اليوم وحتى وقتنا الراهن، والمرأة المصرية تضرب أروع الأمثلة في النضال، ولا تزال تكافح وتضحي بروحها بجهود المرأة، مشيدا بجهود المرأة المصرية المقدرة من مسيرة الوطن ومساهمتها مسؤولية بمسؤولية وفاعلية في التغلب على ما يواجه مصر من تحديات، باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية وصمام أمان حقيقي للشعب والدولة. وأعلان سيادته عام 2017 ليكون عاما للمرأة المصرية هو بحق خطوة تاريخية. لأجهزتها والمجتمع المدني وكل القطاع الخاص يدعم دور هذا العنصر الفاعل والرئيسي اللي بيتحرك في كل اتجاه رغم كل الصعاب. يمكن أنا بنتهز فرصة أن أنا أشكر المنظمين إن معانا مجموعة من العناصر ذات الإرادة والشاور عليهم كويس قاعدين جنب بعض لجين نعمل رغم الصعاب ونقدر نتحمل عبء الدولة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ونقص الموارد علشان نوصل لحاجة حلوة قوي في بلدنا، لأن احنا بنعمل حاجات كتيرة صعبة. كل اللي احنا محتاجينه ويمكن هنتكلم عليه على مدار اليومين ان احنا ازاي ننظم ده، ازاي نعمله كلنا في اتجاه واحد وباحسن توجه علشان ننقل بلدنا للنقل اللي احنا كلنا بنحلم بيه. بشكر حضراتكم.